السلام عليكم. اليوم نروح نشوفه مستوى استعمال الكهرباء في الدول العربية، وسوف نقارن الدول العربية إذن في قضية النصيب نتاع الفرد من إنتاج الكهرباء في الدول العربية في سنة 2022، وهذا النصيب سوف يعني نقيسه ب 1000 كيلووات للساعة لكل فرد. نشوف النسب يعني في كل دولة، وللعلم أنه قضية استهلاك الكهرباء هي تعطيك فكرة على مستوى يعني الاقتصاد ومستوى تاع النمو الاقتصادي والصناعي في أي دولة، لأنه الكهرباء نستعملها مش غير في الالكتريستي دوميستيك يعني في المنازل، نستعملها في المصنع، نستعملها في الاقتصاد، نستعملها في الطرقات، نستعملها في الإضاءة تاع المدن. يعني الكهرباء، نسبة الكهرباء تعطيك فكرة على نسبة النمو الاقتصادي والتطور نتاع أي دولة. إذا نشوف هنا نبدأ نشوف الدول الأولى، هي كلها دول تاع ذات يعني مدخول كبير، يعني كالبحرين، الكويت، قطر، الإمارات والسعودية وعمان. كل هذه الدول هذه هنايا زوج أربعة ستة دول كلها عندها مدخول اقتصادي تاع ثروات كبير جدا، يعني دول منتجة للغاز والبترول وما عندهاش كثافة سكانية كبيرة ما عدا العربية السعودية اللي عندها حوالي 28 مليون نسمة. كل الدول هذه لا يتعدى يعني يعني كثافة سكانية لا تتعدى المليونين نسمة، وعندها مداخل كبيرة جدا، فهي دول غنية. حتى يعني كي نشوفوا من ناحية الاستهلاك نتاع الكهرباء، نشوف يعني كمية 21 مقارنة بالعراق والجزائر اللي راهي في 2، يعني عمان 2.8، 11، 16، 17، 19، 21، يعني 1000 كيلووات في الساعة استهلاك. هذا يعني أنها دولة غنية جدا، وراهي يعني تستقطب يعني السكان من كل دول العالم تجي يعني تستوطن في هذه الدول اللي نعتبرها غنية جدا. بعد هذه الدول تجي مباشرة العراق ثم الجزائر بزوج يعني 2000 كيلووات للساعة للفرد الواحد. وبالمناسبة نقارن أنفسنا بالجارة نتاع مملكة موروكو اللي صدعونا بكذب تاعهم والدعايه المخزنيه تاعهم، اللي هبلونينا في القناه يعني يعني بالتعاليق تاعهم. هذه المملكه تاع 12 قرنونا هبلونا بالخرطين تاعهم، هربوا علينا، قال لك هاربين علينا بسنوات ضوئيه. هنا نشوف انه الاستهلاك تاع الكهرباء في الجزائر هو ضعف الاستهلاك تاع مملكه موروكو، وكذلك نلاحظ أنه مملكة موروكو تحت المرتبة الأخيرة. إذن هذا هو الوضع، وهذا هو الوضع الاقتصادي، يعني الكمية نتاع الاستهلاك نتاع الكهرباء تعطينا فكرة على المستوى نتاع النمو الاقتصادي نتاع أي دولة. وهنا نشوف الترتيب هذا واضح وضوح الشمس. إذن ويعود ل يعني السنة الماضية تاع 2022، يعني سنة 2023 لربما ما زال لم تنتهي، ما فيش تقرير. إذن هذا هو آخر تقرير عن مستوى استهلاك الكهرباء وإنتاج الكهرباء إذن في هذه الدول العربية، واللي نشرته جريدة الشرق بلومبرج. هنايا شوفوا هذه اللي نشرت هذا التقرير، والمصدر هو Our World in Data، هذا هو المصدر. وكذلك ملاحظة باقي الدول العربية لم تتوفر على بيانات، يعني تخص دول أخرى لم تتوفر على بيانات باش ندخلوها في هذا الترتيب. إذا هذا الترتيب يعطينا أمرين. الأمر الأول أن الجزائر تنتج وتستهلك مرتين كهرباء مقارنة بالجارة الغربية، إذا اقتصادها أقوى مرتين باقتصاد الجارة الغربية، لأن إنتاج واستهلاك الكهرباء مربوط ربط يعني جذري بالاقتصاد، لأن الاقتصاد ما يمشيش بدون كهرباء. وكذلك مملكة موروكو تحت المرتبة الأخيرة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.